السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نحن فقراء؟ لأن بيصعب حاليا على الكثير من الأفراد الحصول على البروتينات الحيوانية والتي تشمل الألبان ومنتجاتها والبيض واللحوم بأنواعها المختلفة، فهي بالنسبة له غالية السعر وفوق إمكانيات البسطاء وهم بالملايين، رغم أهميتها وضرورة تناولها لنمو الأطفال بشكل صحي والحد من التقزم وتعويض الخلايا التالفة وتجديد الملايين منها يوميا. كما أن الجسم يحتاج البروتينات لصناعة الأجسام المناعية لمقاومة الأمراض وكثير من المهام الأخرى. يحتاج الجسم لتصنيع بروتيناته التي تصل ل 300 ألف نوع من البروتينات لحروف هذه اللغة، وهي ما يسمى بالأحماض الأمينية، عددها 20. على الإنسان أن يتناول 10 منها، تسمى الأحماض الأمينية الأساسية Essential Amino Acids، من خلال الطعام، ثم يقوم الجسم بتصنيع الباقي داخله. إيه السبب في ارتفاع أسعار البروتين الحيواني؟ أساسا أسعار الأكل أو الأعلاف اللي بتحتاجها الحيوانات والطيور والتي يرتفع سعرها بشكل عالي، وإذا قل تناول البروتينات تقل مقاومة الجسم ويصاب الأفراد بالتقزم ويقل ذكائهم وقدرتهم على الإبداع وكذلك قدرتهم على العمل والإنتاج. فلا بد أن تكون هناك حلول غير تقليدية غير مكلفة لملء هذه الفجوة وخفض أسعار البروتينات، ونقوم بسرد مثلين نكتفي بهما في هذا الحديث. أولا، اتضح أن قشور البرتقال تماثل تركيب حبوب الذرة، حيث يمكن أن نستعيد عن كل كيلو جرام من الذرة بكمية تعادل كيلو خمس من قشور البرتقال. دي بيتم تجفيفها في الشمس ومن ثم طحنها وإدخالها بنسبة الثلث تقريبا في أعلاف الحيوانات. يمكن إنشاء شركات من مجموعات من الشباب تقوم بجمع هذه القشور من التجمعات السكانية ومن المدن الجامعية والفنادق والمطاعم والمستشفيات وكل من وحدات الشرطة والقوات المسلحة وغيرها. المثل الثاني أو الفكرة الثانية، الاستفادة بأوراق النخيل اللي هو السعر، حيث يجفف ويطحن ويضاف لأعلاف الحيوانات، وهناك أبحاث جامعية أثبتت ذلك. ولدينا في مصر أكثر من 20 مليون من النخيل منتشر أساسا في اللوحات المختلفة وفي أسوان وكثير من المدن المصرية، والأفكار عديدة وعلينا أن نأخذ بالعلم وبالفعل. شكر الله الجميع، أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.